أغلى الأعمال الفنية المصرية بما فيها هذا الجزء من بوابة إيزيس عثر عليه قبالة شواطئ الإسكندرية، ففي الواقع إن العديد من الكنوز المصرية الأثرية لا تزال في المتاحف الأجنبية. حال مصر كحال 22 دولة أخرى ما استدعى تضامنها جميعا في مؤتمر عالمي. مصر ليست الدولة الوحيدة، هناك عشرات الدول، هناك عشرات الدول في الداخل لديها نفس هذه المشكلة، وأعتقد أن هذه الفكرة من أسباب الدعوة إلى هذا الاجتماع حتى يمكن أن تعمل هذه الدول معا وتكون نواة لإبرام اتفاقية جديدة في المستقبل. هذه الاتفاقية تتضمن وضع لائحة بالقطع المفقودة والمعروضة في المتاحف في الخارج، وخصوصا تلك التي أثبت أنها أخذت بطريقة غير شرعية وتتمتع بقيمة تاريخية عالية. لن تطالب الدول بإعادة كل شيء لها، فقط الأعمال الأكثر أهمية وتلك التي لديها رمزية معينة. بالنسبة إلى اليونان، يتعلق الأمر برخاميات ألجن الموجودة حالياً في متحف في لندن، حيث يوجد كذلك حجر الرشيد مفتاح الرموز المصرية الهيروغليفية. مديرية الأثار المصرية تمكنت من استعادة 31 ألف قطعة أثرية من الخارج، وهي تشدد على حماية الملكية. علينا أن نحمي آثارنا، وهذا ما فعلناه. الحدث الرئيسي الهام الذي حصل هو أننا بدأنا ببناء حوالي 36 مخزنا في أنحاء مصر كمتاحف في كل مكان. كل مخزن يحتوي على قسم للترميم والتصوير وحراسة إلكترونية في كل مكان. لكن مصر وبقية الدول لا تتطلع إلى استعادة كل شيء، فمتاحف عدة تجاهر بحقها في الآثار التي لديها وتعتزم مواصلة معركة الاحتفاظ بها.